وصلنا لآخر حلقة في الشهر الكريم، آخر حلقة من حلقات برنامج مصر النهاردة هي الحلقة دي، وحبينا نختم الحلقة دي بختام خاص جدا، والختام ده يبدأ من أول مقدمة لحد آخر الحلقة خالص. حطينا فيها في أبطال وأندال شخصية بتمثل الحقيقة، هي عربية وبالمناسبة هي شخصية إسلامية، يعني مفترض يعني أنه عربي مسلم، لكن هتندهش وقد يندهش كثير من الناس ما يعرفوش أن الراجل اللي على رأس القضية الفلسطينية نفسه ما أقدرش أقول غير عليه علامات استفهام من لسانه هو بالصوت والصورة. لكن خلونا نبدأ اللي أنا يعني بحب دايما في الشهر الكريم ده الواحد يبدأ ببداية عن القراء المصريين، وأنا من المتحيزين المتعصبين بغباوة أعترف بيها للمدرسة المصرية في التلاوة، ولا أستطيع أني أستحسن أي مدرسة تانية. صحيح ما حضرتش الشيخ علي محمود ولا الشيخ أحمد ندى، لكن يعني الجيل اللي بعدهم الشيخ محمد رفعت من أوله كده وجاي حاجة عظيمة جدا. وأنا أتصور أن اللي عايز يستمتع بالقرآن الكريم ويعيش في أجواءه يستمع للقراء المصريين. من القراء المصريين اللي أنا ما اتكلمتش عنهم كتير جدا هو القارئ اللي أنا هتكلم عنه دلوقتي. أنا اتكلمت على الشيخ حبيب الشيخ محمد رفعت، حبيب أي حد عنده ودن وعنده قلب وعنده روح. الشيخ محمد صديق المنشاوي، القرآن بخشوع. الشيخ عبد الباسط عبد الصمد اللي ياخدك ويحلق بيك في الفضاء. الشيخ أبو العينين شعيشع، حاجة عظيمة قوي. الشيخ عبد العظيم زاهر، حتى أدان الشيخ عبد العظيم بقى علامة، وهو الأدان الوحيد اللي متسجل له من مقام الرصد اللي جاء في فيلم في بيتنا رجل في الدقيقة 130 تقريبا. إنما الشيخ اللي أتكلم عنه النهاردة هو بيقرأ القرآن بضمير قوي. اللي عايز يقرأ القرآن، القرآن وصل لنا عن طريق سيدنا محمد، الصحابة، وبعدين سيدنا محمد، قبل سيدنا محمد جبريل عليه السلام. فالقرآن نزل على قلب سيدنا محمد بالتلاوة بالقراءة، وهكذا يفضل ماشي طول العمر. اللي عايز بقى يتعلم يقرأ قرآن بشكل كويس قوي بقوانين القرآن عشان يعرف يقرأ مظبوط، يجي للراجل ده. أنا لا أتصور أن هناك شيخ أنجبته اللغة العربية أو العالم العربي تتعلم منه قرآن زي الشيخ الحصري. الشيخ الحصري هو بيقرأ قرآن، عايز تتدبر القرآن وتقرأ بقى وتتعلم كيف تقرأ القرآن، روح للشيخ الحصري. ما فيش مدرسة، مدرسة يعني تستمع للشيخ مصطفى إسماعيل وهو بيجود، تستمع لمحمد صديق المنشاوي وهو بيجود، لكن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد شيء جميل، حاجة عظيمة. إنما تجويد الشيخ الحصري مختلف تماما. شيخ محمود خليل الحصري وهو بيقرأ القرآن تشعر وكأنه عنده ضمير، يعني بيقرأ بضمير. المدرسة بتاعة الشيخ الحصري امتدت ووصلت إلى إفريقيا. في إفريقيا شفت فيديو لمجموعة من الفتية والفتيات بيقروا القرآن على طريقة حفص عنعاص، بس بنفس طريقة الشيخ محمود خليل الحصري. أنا سمعكم الفيديو ده. قال إني عبد الله آتاني الكتاب والحكمة. اتفرج على الأطفال دول وهم أصلاً ما يعرفوش اللغة العربية، وطريقهم للقرآن البوابة بتاعته الشيخ محمود خليل الحصري. لو جاهز بقى نسمعها كده. أوصاني بالصلاة والزكاة
يعني لا تعليق على الفيديو وعلى جماله وعلى أطفال في أدغال إفريقيا بيقروا القرآن بهذا الشكل. الشيخ محمود خليل الحصري هو أول واحد سجل القرآن بالكامل وحذا حذو بقى بقية المشايخ. فعايز تقرأ القرآن وتتدبره قراءة وتلاوة صحيحة، افتح الباب بتاع الشيخ محمود خليل الحصري. وصلنا لآخر قصة معنا في آخر حلقة من مصر النهاردة في رمضان، وإن شاء الله لنا موعد إذا شاء ربنا ولقاء بعد العيد. هتكون أكيد جرت في أنهار الأيام أحداث ومياه كثيرة، إنما إحنا وصلنا للحكاية الأخيرة من حكايات أبطال وأندال. عزيزي المشاهد في أي بقعة في أرض العرب، حكاية النهاردة غريبة حبتين وتستحق إن إحنا نختم بيها رحلة الحكايات اللي خصصناها عن تاريخ فلسطين خلال حلقات رمضان. حضرات السادة المشاهدين، اوعى تتفزع، اوعى تندهش، والله الواقع فيه حاجات أكتر خيال من السينما. الليلة معانا واحد مش هسميه من الأندال، إنما أنت براحتك بقى اسمع واحكم. لما هتقرأ سيرته هتلاقيها غير مشرفة بالمرة، هتحتار هو الشخص ده أو السيرة دي أو بلغة الجيل ده السي في ده بتاع إسرائيلي متعصب متيم بحب إسرائيل، ولا بتاع فلسطيني عاش وولد في فلسطين وقضيته ومقدساته فلسطين مفروض. والله هتحتار، اوعى تندهش، اربط الحزام، هننطلق النهاردة. معادنا مع مقتطفات من سيرة حياة محمود عباس أبو مازن. والله العزيز بقول لك كده، أمال إيه يا معلم؟ إحنا سيبنا لكم البوب الكبير ده للآخر. هو ده هو ده هو. أقول لك إيه عن الشوق يا حبيبي؟ أقول لك إيه ومن غيرك دريبي؟ والله العظيم أصبر واستمتع. إحنا سيبنا دي آخر حلقة لأن دي حكاية وحدوتة تانية خالص. حضر بقى كوباية مية عشان تبلع ريقك. محمود عباس أبو مازن من مواليد صفد في فلسطين سنة 1935. جت عليه النكبة زي آلاف الفلسطينيين اللي طردوا من أراضيهم وبيوتهم، فاضطرت أسرته إنها تهاجر إلى دمشق الشام وتسكن في الشام. محمود عباس أبو مازن حاول في شبابه، حاول يمكن تفتكرني، حاول ينضم للمقاومة المسلحة الفلسطينية. شوف إزاي، فراح شارك في معسكر تدريب على السلاح في الشام. والله زي بقول لك كده، لكن لسبب ما معرفناهوش تم طرده من المعسكر. اوعى تسألني ايه السبب، انا معرفوش. فده سبب له تقريبا حاجة مشكلة يعني، فضلت معاه العقدة دي لحد النهاردة، يكره المقاومة المسلحة كراهية التحريم. وبعدين عقبال أملتك جاله عقد عمل في الدوحة حيث الغنى والشغل بقى، وهناك حاول يبدأ الانضمام للعمل السياسي، ودخلوا فعلا سنة 1968 بعد إنشاء منظمة التحرير. المنظمة أنشأت تقريبا 64، بس هو دخلوا من بوابة حتف، سوري فتح مش سوري، هي صح حتف، حركة تحرير فلسطين، حركة ح تحرير ت فلسطين ف تبقى حتف، اختصارها كان حتف بس هم عدلوها خلوها فتح. معلش، كان شغلته ايه في الحركة؟ جمع الأموال. في الوقت ده في الستينات من 68 وطالع كانت الأموال بتيجي من كل فج عميق، فكانت الأموال نازلة على المنظمة بشكل خرافي، والأموال دي
ابو مازن يظهر انه بيجدها لحد دلوقتي. الغريبه ان ابو مازن قصه صعوده في قياده المنظمه غريبه شويتين، لانه ما كانش من المؤسسين، هو يعني كان اسم، ما كانش من قاره المقاومه، لكنه كان على علاقه شخصيه قويه بابو عمار ياسر عرفات، وابو عمار هو اللي رشحه للدخول في القياده، وبيعتبر ابو مازن هو اول واحد دعا الى الاتصال بالاسرائيليين. هو نفسه بيقول انه سنه حاجه و70 72 73 حاجه زي كده، يعني بدا يفكر ليه ما نكلمش الاصوات الهادئه في الجانب الاسرائيلي. عبقريه بقى. فهو بدا من القصه دي انه يفكر في الاتصال بالاسرائيليين، حتى ان زملائه في فتح سموه رئيس الوكاله اليهوديه الفلسطينيه. شوف ازاي، والله العظيم، قول والمصحف. ما طب ومالك محمول ليه كده؟ على فكره عادي، يعني احنا هنعرف عنك الاغرب. الاغرب ان في وثائق تم تسريبها بعد سقوط الاتحاد السوفيتي. الوثائق دي بتقول ان محمود عباس كان جاسوس للسوفييت في الثمانينات، وانتشرت الوثائق دي في وكالات عالميه زي رويترز، سي ان ان. خد الخبرين دول ورا بعض كده، اديني كده هنا، الله يخليك، اهو باحثون اسرائيليون، عباس كان جاسوسا للمخابرات السوفيتيه، دي رويترز، ها مش صدى البلد، دي رويترز. قال باحثون اسرائيليون يوم الخميس ان وثائق من الحقبه السوفيتيه اظهرت ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس عمل في الثمانينات لصالح جهاز المخابرات السوفيتيه السابق كي جي بي، الذي خدم فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ونفت الحكومه الفلسطينيه ان عباس حصل على درجه الدكتوراه في موسكو سنه 82، كان جاسوسا سوفيتيا، واتهمت اسرائيل بشن حمله تشويه بهدف اعاقه جهود احياء مفاوضات السلام. هو السؤال بقى، كان جاسوس لمين؟ هات الخبر دي رويترز، سي ان ان بقى، اديني السي ان ان لو موجوده. سي ان ان، وثائق تتهم عباس ابو مازن بالعماله السابقه للمخابرات السوفيتيه، وهو ينفي. في ايلول سبتمبر 16. لكن كان جاسوس لمين؟ ما هو الجاسوس ده بيجند لصالح بلد، يعني بيشتغل مع الكي جي بي جهاز المخابرات السوفيتي على بلد. ايه البلد؟ كان جاسوس على الشام مثلا، على قطر، ولا كان جاسوس على المنظمة؟ لكن بغض النظر، ما جايز الوثائق مش صحيحة، بغض النظر، اللي يهمنا هو سلوك عباس اللي تبنى مسار السلام، لأنه عباس هو اللي أقنع أبو عمار وضحك عليه ساقه حاجة صفرة، أقنعه بتوقيع اتفاقية أوسلو اللي هي غزة أريحة أولا. وبعد الاتفاقية كان أول قرار أخده هو إنشاء، شوف أنت ساذج إزاي، مسجد، كنيسة، مجمع علمي، مجمع طبي. لأ، أول قرار أخده عباس، ما أنا قلت لك عباس كانت شغلته يجمع إيه؟ الأموال، يعني الراجل بتاع فلوس. كان شغلته أول قرار أخده بعد ما أريحة غزة أريحة أولا، أنه أنشأ أكبر كازينو للقمار في أريحة. أي والله زي بقول لك كده، عشان الجماعة الإسرائيليين يجوا يقمروا في أريحة، فننتقم منهم على الترابيزات يا معلم. بقى بص، أو إحنا هنقطعهم، يجوا يلعبوا ويخسروا. محاكم القمار ده أنا دخلت على فكرة صالة قمار للدراسة، محدش بيكسب فيها والله العظيم، ومدير الصالة قاعد يشرح لي، قال لي محدش هنا بيكسب، كله بيخسر، هو بيتوهم انه كسب. طلع ان ابو مازن بقى الراجل فهمها، قال لك بدل ما ندر مقاومه مسلحه وطلقات نار ودم يخر، احنا نعمل صاله قمار ونيجي ننتقم منهم هنا. ليه بقى؟ لان القانون الاسرائيلي بيحرم عليهم القمار في اسرائيل. فابو مازن يفتح لهم صاله قمار. خش على غلاف امير الظل، صحفي على الطريق للاسير المهندس البرغوثي، عبد الله غالب البرغوثي. يا عم انت بتمتحني في النظر، ما تاتوا هنا. عبد الله طالب البرغوثي، تخيل جزء بقى من الكتاب ده بيحكي فيه عن كازينو اريحه. اتفضل يا بيه.
بيقول لك وما هي إلا عدة دقائق حتى علمت أني في كازينو أريحة في ملهى ليلي. ملهى ليلي يعني مش كازينو بس، ومرتع للقمار والفساد كمان. رأيت ذلك بأم عيني، كازينو بأريحة قمة الفساد والإفساد في أول مدينة تسيطر عليها السلطة. قلت بنفسي حسبي الله، حسبي الله ونعم الوكيل. قلت الحمد لله أن ذلك الكاتب الفلسطيني مريد البرغوثي الذي كتب كتاب رأيت رام الله لم يدخل إلى هنا، لم يشاهد ما شاهدت في ذلك الوقر. لم يكن القمار ولا العاهرات، إنما العاهرون رجال جهاز الأمن الوقائي، رجال جبريل رجوب الذين يتولون حراسة الكازينو والإشراف الأمني عليه. فقد كلف عرفات بطل الأبطال جبريل رجوب بتشكيل جهاز تحت اسم جهاز الأمن الوقائي، لا اختصاص له سوى حماية الصهاينة من المقاومة وحماية الفاسدين من الثائرين. أنا بدأنا بقى نشتغل بقى. كمان من بركات عودة أبو مازن إلى أريحة إنه كان مسؤول عن ملاحقة المقاومين في الضفة الغربية وتعذيبهم، وده اللي بيقوله عبد الله البرغوثي أحد القيادات المقاومة اللي هو محبوس حاليا في السجون الإسرائيلية. بيقول في نفس الكتاب، بيقول أهو خلال الأعوام التي قاربت العشر التي مرت علي وأنا معزول في زنزانة العزل الانفرادي، تم اقتيادي للتحقيق عدة مرات كلها عادية بلا طعم أو لون. أما ما يضايقني وجعلني أستشيد غضبا كان عندما عرض علي محقق الشباك الصهيوني تسجيلا مصورا لاعترافات أدلى بها مقاومان قساميان، من قسام يعني، كان باديا عليهما التعذيب الشديد والإعياء. لم يكن هذان المقاومان معتقلان عند أجهزة المخابرات الصينية ولم يعذبا هناك، بل كان قد خضع للتحقيق على يد قوات أمن سلطة محمود عباس، تلك السلطة التي عرفت أسفل درك من دروك الفساد. لقد وصلتني يا ابنتي الحبيبة كيف قامت تلك الأجهزة الأمنية الحقيرة بتعذيب عم لك هو مجد البرغوثي بداخل جهاز المخابرات العامة، تعذيبا جنونيا حيوانيا لا إنسانيا. استمر ذلك التعذيب لأيام وأسابيع طويلة. كنت أنا في داخل زنزانتي أغلي قلقا عما كان يجري لمجد البرغوثي هناك بزنازين تحقيق المخابرات، تلك الزنازين التي كانت في داخل مقر جهاز المخابرات العامة الذي لا يبعد سوى أمتار قليلة جدا عن مقر ذلك الحقير العبثي محمود عباس. كان التحقيق يجري بإعاز منه شخصيا من أجل القضاء على ما تبقى من رجال حركة المقاومة الإسلامية حماس في الضفة الغربية والقدس. وبسبب دوره في التعاون الأمني مع الإسرائيليين ضغطت أمريكا وأوروبا وطبعا من وراهم إسرائيل لتعيينه خليفة العرفات بعد ما تم التخلص من عرفات شخصيا عن طريق مجموعة كانت حوالين عرفات. شوف كده المشهراوي بيحكي بيقول ايه. أنا أقول له يا أخ أبو مازن أنت لست شاهدا في الموضوع، أنت تقول شهادتي لا تكفي، أنت أولا لست قاضيا، يعني هناك محاكم وقضاء ولجنة تحقيق، شو علاقتك أنت بالموضوع حتى تتدخل في هذا الأمر؟ ثانيا أنت لست شاهدا، أنت متهم، إذا طالما أنك فتحت هذا الموضوع وتريد أن تنكأ الجراح أنت متهم. أنا ما بقول أنت مباشر وراء اغتيال ياسر عرفات، لكن طالما أنت توزع اتهامات إحنا بالإمكان أن نستنتج مجموعة من الحقائق. أولا أنت لم تكن يوما من الأيام تحب ياسر عرفات، وكل من حولك يعلمون ذلك حتى لو لم يجرؤوا على التصريح بذلك، معروف هذا الكلام للجميع، هذا أولاً. ثانياً أنت لم تذهب إلى الأخ أبو عمار إلا حين مرض وقارب على كان على شفا الموت، وفي ناس راحوا يعني توسطوا في بيتك وفي أعضاء لجنة مركزية يعني حكوا لي روايات عن هذا الموضوع، وبالغصب جابوك لتروح تزور الأخ أبو عمار وهو مريض. ثالثاً من كان المستفيد من تغيب الأخ أبو عمار عن المشهد؟ من الذي فرضته الرباعية الدولية رئيساً للوزراء؟ وكيف ضغط على الأخ أبو عمار في حياته لاستحداث منصب رئيس الوزراء لشخص بعينه هو الأخ أبو مازن وليس شخص سواه على الإطلاق، وتحت ضغط الحصار العسكري والسياسي والاقتصادي وحاجات الشعب الفلسطيني وافق الأخ أبو عمار؟ طب لحد كده ممكن تكون الحكاية مجرد ناس بتكره أبو مازن، سواء الأستاذ البرغوثي اللي كاتب الكتاب ده أو سواء الأستاذ المشهراوي أو أي حد بيتكلم على محمود عباس أبو مازن، لأنه ده طبيعي في الحياة العادية. ناس بتحبك تتكلم عليك كويس، ناس ما بتحبكش تتكلم عليك وحش، ناس شافت جزء مش كويس أو الصورة مش كاملة، لحد كده عادي جدا. ممكن يكون أبو عمار ده يعني من المبشرين بالجنة. لحد هنا احنا قدام سيرة عادية الفلسطيني لشخص وصل لمنصب رئاسة فلسطين بأي طريقة.
بأي شكل يا معلم، بالتعاون مع إسرائيل ممكن، لكن الأخطر بقى واللي لن يجد أبو عمار فرصة إنه يمسحه من اليوتيوب اللي بيقوله الراجل نفسه، أبو عمار نفسه عن نفسه. هذا الرجل باعتباره رئيس فلسطين قال كلام خطير جدا. الدكتور ربحي حلوم السفير الفلسطيني الأسبق أهداني كتاب اسمه وفاء للتاريخ، والحقيقة أنا من ساعة ما أهداني الكتاب وأنا بقعد أتصفح فيه وأشوف مهازل مهازل بيحكيها الدكتور ربحي عن بعض الأسماء الفلسطينية اللي تخجل إنك تحكي عنها، تخجل وانت بتسمع القصص دي. طيب الدكتور ربحي لما جاء اتكلم على ابو مازن، ما الراجل ما اتكلمش من دماغه، حط لينكات للقصص اللي بيحكيها. كتاب اسمه وفاء للتاريخ، استعرض فيه تاريخ القضيه الفلسطينيه، والاهم انه استعرض بالتاريخ والوثائق مواقف لناس كتيره جدا، على راسهم ابو عمار محمود عباس ابو مازن، مواقفه مغزيه. خلينا نشوف صورة الكتاب، والكتاب أنا بشكر على الهوى دلوقتي الدكتور ربحي أهداني نسخة من الكتاب ده، هو كتاب يعني ضخم وكبير، وهو كتاب جامع لكل القضية الفلسطينية. من يريد أن يعرف سيرة القضية الفلسطينية من أولها لآخرها أو لحد كتابة هذا الكتاب يرجع للكتاب ده. الراجل بيقول في الكتاب بقى، تعالى كده شوف الدكتور ربحي ولاحظ أنه حاطط لينكات، والصور اللي هتشوفها دي من تصويري انا بالكاميرا بتاعتي انا اهي. بيقول لك بص كل حاجه عاد فيها اهي، والتنسيق من مقابله له مع الصحفي سخاروف نشرتها جريده هارتس، اوضح له فيها عباس ان السلطه الفلسطينيه واسرائيل تترجمان عمليا سياسه الباب الدوار، فبعدما تحقق السلطه مع معتقلي حماس تقوم بالافراج عنهم وتسلم جميع المعلومات لاسرائيل التي تقوم أجهزتها الأمنية باعتقالهم والتحقيق معهم. وأدي اللينك بتاع اللقاء، بيقولك أنا أرفض المقاومة وأرفض الكفاح المسلح وأرفض الانتفاضة وأرفض العمليات الاستشهادية وأرفض كل شيء يستهدف أمن إسرائيل. من شريط صوتي مسجل لأقواله التي أدلى بها لمذيعة صهيونية بثت باللغتين العربية والإنجليزية، وتعليق غاضب عليه للشهيد الراحل أبو أياد، وأدي اللينك هو على الفيسبوك. وبيقول يا أخي مالنا ومال القدس، الرسول عليه الصلاة والسلام ساب مكة، يعني الرسول محمد ترك مكة، الرسول كان عنده وحي لكن أنا ما عندي وحي. وأدي اللينك بتاع كلامه، ما قاله الشهيد الراحل أبو إياد عن عباس. خلاص، ده صورة من كتاب وفاء للتاريخ. أدي مخطئ من يظن بأنني يمكن أن أفكر في إغراق إسرائيل بملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين شردوا من ديارهم عقب نكبة 49 ونكسة 67، من كلمة في لقائه مع الطلبة الإسرائيليين في مقر المقاطعة برام الله يوم 16 شباط 2016. وأدي اللينك، لست هنا لنزع شرعية إسرائيل من ده، من خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر 2011، إن مذبحة اليهود هي أبشع جرائم البشرية في العصر الحديث، من تصريح رسمي له في أعقاب اجتماع تضامني عقده مع الحاخام الأمريكي مارك شناينر في ذكرى ما يسمونه بالهولوكوست. لا للمقاومة المسلحة ولا لعسكرة الانتفاضة، ولن أسمح لأحد أن يرفع السلاح في وجه إسرائيلي، لن أعود إلى المقاومة المسلحة طالما أنا حي أرزق، من مقابلة له مع جريدة نيويورك تايمز الأمريكية نشرت بتاريخ 4 فبراير 2014. لا لوقف التنسيق الامني مع الاسرائيل. التنسيق الامني ده حضرات هو اللي جابه في اول لينك، انه يحقق يقبض على المقاومين ويحقق معاهم وياخد المعلومات ويديها لاسرائيل، ده التنسيق الامني. لا لوقف التنسيق الامني مع اسرائيل حتى ولو توقفت المفاوضات معها، يعني حتى لو ضربوه بالجزم برضه هيكمل، هو شأن مقدس عندي وسوف نستمر به سواء اختلفنا مع اسرائيل او اتفقنا، من كلمة له أمام النشطاء وسياسيين إسرائيل استضافهم في مقر بالمقاطعة في رام الله. وأدي اللينك، المستوطنون المختطفون هم بشر مثلنا، وسنعمل على إعادتهم لعائلتهم، وسيكون لنا حساب عسير مع من اختطفهم، والتنسيق الأمني لن يتوقف وهو لمصلحتنا للعمل على منع انتفاضة ثالثة، من خطابي في افتتاح الدورة 41 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة 2014. أدي صفحة تانية،
أنا لست معنيا هنا تحت أي ظرف بالتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية لمقاضاة إسرائيل. أنا لا أحب المحاكم. من مقابلة له مع جريدة نيويورك تايمز الأمريكية نشرت بتاريخ 4 فبراير 2014. لا تقاطع إسرائيل، لا نطلب من أحد أن يقاطع إسرائيل، لأن لدينا علاقات واعترافا متبادلا معها. من كلمة له نشرت في ذا ستار الجنوب أفريقية بتاريخ 15 سبتمبر، أهو اللينك بتاعها. لن أسمح بانتفاضة ثالثة، لن تكون هناك انتفاضة ثالثة، ولن نعود للعنف طالما أنا في موقعي كرئيس، وسنعمل فقط بالطرق الدبلوماسية وطرق السلام. من مقابلة تلفزيونية مع القناة الإسرائيلية التي تم بثها الساعة 8، أدي اللينك أهو. المستوطفون المختطفون بشر وسنعمل عائلتهم، ده نفس القصة. إن الاختطاف هو جريمة، وقوات الأمن الفلسطينية أحبطت أكثر من 43 عملية اختطاف وأعادت أكثر من 96 إسرائيل لعائلتهم. صفحة 688، آدي أول صفحة. أنا لا أريد العودة إلى صفد، صفد دي لا بلده، ولكن يسعدني أن أزورها سائح. ففلسطين بالنسبة لي هي فقط ما خلف الحدود 67 بس. من مقابلة حية له مع القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، أدي اللينك بتاعه. حيفا وعكا ويافا واللد والرملة هي مدن إسرائيلية وستبقى كذلك للأبد. من نفس المقابلة مع القناة التلفزيون الإسرائيلي، أدي اللينك قدامك اهو. حق العودة هو حق شخصي طوعي كالزواج، وكلاهما ليس فرض عين. بعضهم يرغب في الزواج وآخرون يتخلون عنه، وأنا لا ألزم أحد بالتمسك به. من حوار له خلال لقائه وفد شعبي من القدس المحتلة بمقر إقامته في رام الله، أدي اللينك اهو. من حقي أن أقيم علاقة مع إسرائيل كما مع حماس، فلدينا في الإسلام تعدد الزوجات، والرسول محمد هاجر من مكة وخرج منها، فما الغرابة أن نخرج من القدس؟ من كلمة له أمام عدد من أعضاء الكنيسة الإسرائيليين، وادي اللينك. إحنا هنا قلنا ما نصدقش الدكتور ربحي أو الأستاذ ربحي. ما جايز الأستاذ ربحي حاطط لينكات كده من دماغه، بشر يا بيه. جرينا ورا اللينكات اللي حاططها الدكتور ربحي حلوم، وزودنا عليها كمان، وقسمنا المواقف دي حسب أهم القضايا الكبرى في القضية الفلسطينية. تعالوا نشوف واحد من القضايا الكبرى، قضية اللاجئين، اللي هو قال لك دي زي الزواج، بعضهم بيتجوز بعضهم لا، ما اقدرش ارغم حد، ودي أهم قضية فلسطينية ومهمة عند إسرائيل. أبو مازن كان له موقف غريب، بيرفض عودة اللاجئين بالملايين لأن ده هيغرق إسرائيل بالفلسطينيين، وهو ضد ده. اسمع، مش واحد بيحب أو بيكره أبو مازن، اسمع أبو مازن شخصيا. تعالى ونضع ملف اللاجئين على الطاولة، لأن اللاجئين قضية لابد من حلها لنضع نهاية للصراع، لكي يكون اللاجئون راضين عن النتيجة. ولكن لا نسعى ولن نعمل على أن نغرق إسرائيل بالملايين لنغير تركيبتها الاجتماعية. حلاوتك إيه الحلاوة دي؟ قول يا ستموني. عباس اعتبر أن عودة اللاجئين مش حق الفلسطينيين كشعب، لا ده حق شخصي لكل واحد، زي الجواز، عايز تتجوز تتجوز، مش عايز تتجوز تتجوز. ادي عباس اهو، حق العوده مش الزواج. امال الشذوذ يبقى ايه؟ مش مهم بقى. ولما تسال، لما سالوه عباس انت مولود في صفد في فلسطين؟ قال لهم اه طبعا. تحب تشوفها؟ قال لهم انا اطردت منها. انت اطردت منها؟ طبعا اطردت منها، بس انا نفسي ازورها كسائح، ازورها كده يعني، لكن مش من حقي ارجع لها. اسمع صوت وصورة. But I want to see صفد. أريد أن أرى صفد، من حقي أن أراها لا أن أعيش فيها. فلسطين في نظري هي حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. هذا هو الوضع الآن وإلى الأبد. Now and forever. يا ولا على الإنجليزي يا ولا. Now and forever. طب بقول لك يا عباس، بلاش اللاجئين وبلاش تروح صفد خالص. هي صفد لو أنت رحت هيولعوا فيك. نروح لقضية تانية، قضية القدس. موضوع القدس هو لب القضية. لب القضية الفلسطينية دينيا وقوميا وتاريخيا. أبو مازن بقى له موقف حاجة كده لوز العنب، وقالها صراحة. فيها إيه يعني لما نخرج من القدس؟ إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من مكة وكان معاه الوحي، أنا مش معاه الوحي. اسمع أبو مازن بيقول إيه على القدس. يا أخي مالنا ومال القدس؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ساب مكة، هداك الرسول عنده وحي، أنا ما عندي وحي. طب ايه مفيش قدس يعني؟ طب بلاها القدس. ايه رايك في الارض والدوله؟
لا، الحق يتقال في موضوع الأرض والدولة. أبو مازن قالها صراحة، قال لك أنا مش ممكن أعلن دولة فلسطينية من طرف واحد أبدا، أصل حاجة كده عاملة زي الجواز، لازم رضا وقبول. اسمع. اوكي، بالنسبه للتصريحات، في تصريحات كتير لرئيس الوزراء الفلسطيني أيوة. دكتور سلام فياض انه السنه الجايه 2011 راح يتم اعلان دوله فلسطينيه، وممكن بدون اتفاق مع اسرائيل. لا، مسبق مع اسرائيل. لا، نحن لا نريد عملا احاديا، احنا بنحترم الاتفاقيات. هذا كلام دكتور سلام. معلش، انا بقول لك وانا رئيس سلطه، نحن نحترم الاتفاقيات، لا نقوم بعمل احادي. هو اسوأ الجواز ايه؟ انت ابوها راضي وامها راضي، انت مالك انت؟ الراجل بيقول لك احنا عايزين الرضا والقبول. ولما اجتمع مرة مع طلبة فلسطينيين اتكلم بصراحة، قال ما عندوش مانع من تبادل أراضي، وده مصطلح بيفتح المجال للتنازع عن القدس، تبادل أراضي. ها؟ كمان اتكلم عن التنازع عن السيادة لما قال بصراحة احنا نجيب قوات أجنبية على أرضنا هي اللي تحمي إسرائيل. تحمي إسرائيل؟ تحمي إسرائيل؟ يعني اهو دلالات لقاء الرئيس الفلسطيني بالطلبة الإسرائيليين، وقال فيها هكذا تحدث أبو مازن عن لا مانع من إجراء تبادل طفيف بالقيمة والمثل في الأراضي لتسهيل بند تحديد الحدود، وبالنسبة لتخفيف مخاوف إسرائيل الأمنية قال لنأتي بطرف ثالث يأتي إلى أرضنا من أجل أن يحمي الأمن في المنطقة لنا والإسرائيليين، كأن الفلسطينيين هم الطرف الأقوى والذي يملك جيشا قويا وسلاحا نوويا، أو كأن الفلسطينيين هم الذين يهددون للإسرائيليين. أما في موضوع التنسيق الأمني اللي أنا قلت لك عليه، فموازن يعتبر الحقيقة يعني شرطي في الدرك الإسرائيلي، بيحارب المقاومة وبيسلم المقاومين للإسرائيل. ده واجب مقدس لازم يعمله، ده اللي قاله الدكتور ربحي، الأستاذ ربحي قاله. نيجي بقى لموقفه من المقاومة، فهو قالها بصراحة، قال لك أنه لا أؤمن بالصواريخ ولا الطيارات ولا البنادق ولا أي نوع من المقاومة، وأن اللي عايز يحتلنا يتفضل، أهلا وسهلا. هو ده ينطبق عليه المثل اللي قاله، مش المثل سوري، البيت الشعري اللي قاله الأستاذ فؤاد حداد، خد الشمس من الشفاه، سرق البسمة من الشفاه، واللي بيهرب من شقاه متعود على الهينة. الله يرحمك يا عم فؤاد، هو متعود على لعب القمار، فقال لك احنا مش عايزين، واللي عايز يحتلنا اتفضل، احنا لا عايزين سلاح ولا صواريخ، اتفضل يا بيه. عباس يجدد رفض المقاومة المسلحة وينتقد أداء حماس في الحرب، والحركة ترد موقف شخصي معزول ويعكس سوء النوايا، ده الكلام ده في 2014. وقال في مقابلة أجرتها معه محطة سي بي سي المصرية لن نقبل بالوضع الحالي، يقصد الجمهور السياسي، ولكن ليس معنى هذا أن نلجأ للمقاومة المسلحة التي أرفضها تماما. ورأى الرئيس الفلسطيني أن النزاع المسلح لن يفيد بأي شيء، والدليل على ذلك الحروب الأخيرة بين حماس وإسرائيل، إسرائيل تدمر وفلسطين تعمر، ثم تدمر إسرائيل مرة أخرى، وتستمر سلسلة الدمار والمعاناة. وشدد أنه لن يسمح بمقاومة عسكرية في الضفة، وقال من يعتدي علينا يتفضل يحتلنا. إحنا ناس بتوع عمار يا بيه، إحنا الحمد لله على كازينو العمار، من البيت لكازينو العمار، فاضيين إحنا بقى وجع الودان ده؟ طب بلاش مقاومة مسلحة، خلينا في المقاومة المدنية. مدنية إيه؟ مدنية دي ولا مش مدنية؟ حتى سعادتك الانتفاضة السلمية أخبارها إيه؟ سيبك من السلاح خالص بقى. برضو أبو مازن ضدها، وقال أنه طول ما أنا رئيس لن أسمح بانتفاضة ثالثة. تفضل. جزيرة، عباس لا انتفاضة ثالثة ما دمت رئيسا. طب أنت عايز إيه، نعمل إيه يعني؟ ألا هو لا القدس ولا عايز ترجع صفد ولا لاجئين ولا مقاومة مسلحة ولا مقاومة سلمية، أمال نعمل إيه يا ريس؟ بلاش الانتفاضة، إيه رأي سعادتك؟ أنا عندي حاجة أخيرة بقى للمدام كده، حاجة خفيفة شوية. المقاطعة أخبارها إيه؟ ما هو فيش سلاح، فيش مظاهرات، فيش عرق، مفيش شمس، فيش تراب، فيش حاجة بقى. إيه رأيك في المقاطعة؟ تصدق إن أبو مازن ضدها؟ وأبو يدعو العالم لعدم مقاطعة إسرائيل. اتفضل يا بيه. قدس، عباس لجنوب افريقيا لا تقاطع اسرائيل. نهارك يسود، امال نعمل ايه طيب؟ نقلت صحيفه زاستار الجنوب افريقيه تصريحات عن الرئيس محمود عباس خلال زيارته لجنوب افريقيا للمشاركه في مراسم تشييع نيلسون مانديلا، وصفت بالمذهله للصحفيين، والتي قال فيها ان الفلسطينيين لا يدعمون مقاطعه اسرائيل. وقد رد الرئيس عباس على سؤال الصحفيين حول مقاطعه
المؤسسات الجنوب إفريقية لإسرائيل بالإجابة كلا كلا لا ندعم مقاطعة إسرائيل، نطلب من كل شخص أن يقاطع منتجات المستوطنات لأن المستوطنات هي على أراضينا، إنها غير شرعية، وتابع على الإسرائيليين أولا أن يوقفوا البناء على أراضينا، أن يوقفوا كل شيء في أراضينا. طب حضرتك لا مقاومة مسلحة ولا قدس ولا صفد ولا مقاومة مدنية ولا مقاطعة، حتى اللي يعتدي عليك هتعمل معاه إيه يعني؟ أصحيح لو حد جاي ضربك يعني خدك 32 ألم غير الهايف هتعمل إيه؟ هنا بقى محمود عباس لجأ للإنجيل، والله زي بقول لك كده، ملهاش تفسير عندي غير كده. مش السيد المسيح بيقول من ضربك على خدك؟ شوف أبو مازن بيقول إيه بقى؟ اللي بيعتدي عليه ده مرة انت راح مشتكيه لله أولا، وبعدين ومن ثم مشكيه للأمم المتحدة ولا المحاكم ولا غيره. مشتكيه لله؟ الله الله كده اهو. ده اذا كان ربنا بيقول واعد لهم، اذا كان ربنا بيقول يعني انت الله هتروح تقول له ايه؟ الواد ده ضربني بالقلم، اقصى عليك يا صهيوني ضربتني بالقلم، معقوله؟ طب اقول لك ايه، انت قلت ايه من شويه؟ هو قال ايه في الاخر؟ معلش قال ايه في الاخر؟ قال بعد ما نشتكي لله هيعمل ايه بقى؟ وبعدين ومن ثم نشكي للامم المتحده بس. يعني سيبك من قضية شرك بالله دي، انها مش قضية، مالناش دلوقتي، انت هتروح المحاكم يعني؟ حلو قوي، يعني هنروح محكمة نشتكي اسرائيل؟ طب ايه رأيك بقى في القضية المفروض تكون قضية فلسطين هي أولوية؟ سيبك من قضية فلسطين دلوقتي، الأسرى فلسطين أخبارهم ايه؟ أبو مازن ضد أي عمل يساعد في الإفراج عن الأسرى، وله موقف واضح، دعا زمان الإفراج عن شاليط، فاكرين الجندي الإسرائيلي شاليط؟ قال يفرج عنه بلا أي ثمن. طب أقول عنك إيه؟ أجيب لك منين كلام الناس تفهمه؟ يعني أنا لو قلت عنك كلام ده يا عباس ده أنت مش يعني، هو كل اللي اسمه عباس كده يا أولاد؟ حتى القيادات اللي من حركة فتح، سيبك بقى من حماس، هو ضد الإفراج عنها. ليه يا معلم؟ دول أكلين شاربين معاك يعني؟ قال لك لا، لأنها تشكل خطر على منصبه، زي مثلا اسم مروان البرغوثي. خش على الخبر ده كده، الدنيا كده، الله، السلطة الفلسطينية، السلطة الفلسطينية، السلطة الفلسطينية تعارض إطلاق سراح القيادي بحركة فتح مروان البرغوثي ضمن أي صفقة لتبادل الأسرى بسبب خشية محمود عباس من حدوث حراك داخلي يفقده السيطرة على الحركة والسلطة، بحسب مصادر لموقع عربي 21. اطلع هات صورة مروان البرغوثي، هو ده بس هو البطل ده. حتى ده من حركة فتح مش حماس رفض يخرجه. ليه؟ لأنه ده خطر على موقعه، خطر. وأخيرا بقى شوف، سبحان الله، مقسومة لسوء الختام موقفه من حرب غزة الأخيرة اللي مش بس انتقد فيها المقاومة لكنه كمان فض مظاهرات التعاطف مع الفلسطينيين في غزة. الله، فضها فين؟ في رام الله، جري وراهم بالعربيات الشرطة الفلسطينية. مواقف الرئيس الفلسطيني حيال حرب غزة في مرمى الانتقادات مخجلة. هل يواصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الصمت حيال الحرب الدائرة بين الفصائل وإسرائيل؟ يا ريته صمت، ده بقى يجري ورا المظاهرات اللي بتخرج دعما لغزة. خلينا نشوف الفيديو ده من رام الله. أمام هذا الفيديو ليس لي إلا تعليق واحد، إنه عمار يا مصر. والله يا عمار، يا مصر دي مدرسة يا أولاد، مصر اللي علمت العالم العربي الاستبداد. والله
يعني احنا اللي علمنا العالم العربي فن الدعاية لل بيسموها الهابي فاميلي، أسرة الرئيس السعيدة، عبد الناصر وولاده، السادات وولاده، مبارك وولاده، الجعر وولاده، الحاجات دي يعني. احنا اللي علمناهم برضو ازاي يفضوا المظاهرات. انت فاكر المنظر ده كان في شارع الجلاء في القاهرة ابان ثورة يناير؟ نفس المنظر، عربيات بتدهس الناس اللي ماشية. يا بيه احنا بنربي خنازير صغيرة، احنا عندنا منهج. كان الجزاء بقى ان اسرائيل كافئته. اه والله، اصله برضه يستحق المكافاه. اسرائيل اللي خلت مفيش بيت في غزه يعني حجر فوق حجر، سابت قصر عباس في غزه. اتفضل قصر عباس محمود عباس لم يقصف. اتفضل. دمار يا غزه، دمار، دمرنا وتهجرنا. هاي ضربوا مازن، ضربوا مازن زي ما هي. ليش خاصفينها؟ هاي ضربوا مازن، ليش خاصفينها؟ ضربوا مازن. طيب اليوم هاي ضربت سياسه الرئيس ابو مازن، هذا هي شايفين يا جماعه الخير، هذا هي هاي قله الرئيس ابو مازن، هذا هي شايفين قصر معلاه الرئيس. من يومين يا ولا انا عرضت لك بيت ياسر عرفات تم تدميره في غزه، اللي هو كان مقر جمعيه ياسر عرفات اللي اتجوزت فيه الاستاذه سهى عرفات، اتقصف. بس بيت ابو مازن او القصر بتاع ابو مازن في غزه ما اتدمرش، لان ده العلقمي، ابن العلقمي. الخلاصه اهو الدار بتاعته، شوف الراجل اللي غزاه بيقول لك ايه، دمروا كل حاجه الا قصر ابو مازن. بيت ياس عرفات، كنائس اتدمرت، مساجد، كنائس تاريخيه اتدمرت هناك، مساجد اتدمرت، مستشفيات اتدمرت، الا بيت ابو مازن. الخلاصه ان محمود عباس ابو مازن هو نفس الدور في التاريخ، هو دور ابن العلقمي في بغداد، زيه زي كتير جدا استعملهم الاحتلال وبعدين رماهم في مزبله التاريخ. اهو القصف الاسرائيلي يدمر منزل ياسر عرفات، لكن بيت ابو مازن لا، عملا بالمبدا اللي بيقول الحي يبقى من الميت، والخاين، الخاين برضه له ثمن، انما على الاقل الخاين ده بيستخدمه الاحتلال ويرميه في مزبله التاريخ. شوف قاعد انا حرقت دمك دلوقتي، لو انت عندك دم ووريتك نموذج عايش معانا، مش بحكي لك قصه في التاريخ عن ابن العلقمي او خنفس اللي خان احمد عرابي في التل الكبير، لا خالص، او ديليسيبس اللي ضحك على الخديوي ويدخل الانجليز من الناحيه الثانيه اطلاقا. انا بكلمك عن شخصيه عايشه وبتيجي مصر وانت بتشوفها. وعلى فكره ابو مازن لما السيسي افتتح اكبر مسجد في التاريخ العالمي اللي هو مسجد ما بيروحوش حد ده، جاب ابو مازن في الافتتاح لو انتوا فاكرين، كان معاه منديل ورق وكان جاي له لطشه برد، كنا فاكرينها كورونا بس طلع نقبنا على شونه، انما ملقاش حد يجيبه يعني غير ابو مازن. انت شوف لما تشوف واحد الانجاز فرحانين بيه، ايا كان كاتب، مذيع، شيخ، لاعب كوره، ايا كان، لو شفت واحد مجموعه من الانجاز فرحانين بيه اعرف انه نجس. وانت شوف علاقه ابو مازن بالامارات وبالسعوديه وبالجعر، علاقه ما شاء الله. بص بقى التاريخ علمنا كده، انه دايما بعد الخيانه بياخد الخاين مقلب كبير قوي. ابو مازن بعد ما عمل كل ده وساعد في زياره المستوطنات وتاكل الاراضي الفلسطينيه ورسخ فكره عدم عوده اللاجئين وضياع القدس وتخلى عن الاسرى من فتح ومن غيرهم، ابو مازن بعد ما استغنى عن بلده اللي اتولد فيها صفد، ابو مازن حتى بعد ما يعني بيعذب المقاومين ويشوههم عشان ياخد منهم معلومات يوديها لاسرائيل، بعد كل الخزي ده دلوقتي اسرائيل بيفكروا يجيب واحد اوطى منه. دورك خلص يا ابو مازن. بيفكروا يجيبوا دحلان او ماجد فرج او غيرهم من علماء عملاء اسرائيل اللي عايزين يتنازلوا اكتر ويفرطوا اكتر. خد الخبر اهو، وزير الحرب بالاحتلال يطرح اسمي دحلان وماجد فرج لاستلام مساعدات غزة. بعد ما تعب وعرق وفتح كازينو
وبارات وخمارات وعاهرات بعد كل ده وسابوا له البيت بتاعه في غزة. إنما دلوقتي بيفكروا يجيبوا واحد تاني، واحد بقى أبديت بقى، لأن أبو مازن دوره خلص. أبو مازن دوره خلص، لكن سيبقى في التاريخ اسمه بالفيديوهات، دليل على أنه فلسطيني كان يعمل لصالح إسرائيل. دي كانت المقدمة، لسه الحلقة فيها كتير، بس بعد الفاصل ده. حضرات السادة، ودي آخر حلقة في رمضان لبرنامج مصر النهاردة. والحقيقة فكرنا نعمل مراجعة سريعة زي بتاعة السناتر، معرفش بيقول عليها سناتر الستينترز، دروس خصوصية، عشان احنا داخلين امتحان لأهم المواقف والطرائف والغرائب والعجائب اللي طرنا جبناها لكم خلال 15 يوم اللي فاتوا من رمضان، من الفن للسياسة للاقتصاد للرياضة. أحداث كتير جدا هنستعرضها معاكم على طريق جوائز الأوسكار. مش في جوائز الأوسكار بيعملوا أحسن ممثل وأحسن ممثل مساعد وأحسن ممثلة وأحسن ممثلة مساعدة وأحسن تصوير وأحسن إخراج؟ إحنا عملنا لكم كده عشان إحنا ماشيين بقى، فقلنا إيه رأيك نعمل جائزة أفضل أداء، أسوأ مسلسل، أحقر تصريح، أغرب فيديو، وأغلى فشخرة. على فكرة كان مفروض الحقيقة زمايلنا بتوع السوشيال يبقوا معانا في ده، بس تخلفوا في الاجتماع. والله معرفش ليه. خلينا نبدأ في الأول، خلينا نشوف المواقع اللي بتتكلم عن سباق النصف الأول من رمضان، عشان في بعض المسلسلات كانت 15-16 حلقة، فقال لك هل خطفت المسلسلات القصيرة الأضواء في النصف الأول من رمضان؟ حلو قوي. طب حلو قوي، هل خطفت؟ ده هم عملوا كده. أوكي، احنا شفنا مسلسلات رمضان بشكل مختلف. الحقيقة انا شخصيا شفت مسلسل اسمه اشغال شقة وبابا جه، شفت حلقتين من مسلسل اسمه الحشاشين، وبعد كده ما شفتش حاجة تانية. لكن احنا قسمنا الدراما لجائزتين، جائزة ملك التزوير التاريخي وجائزة ملك الافوار الدرامية. اللي فاز جائزة ملك التزوير التاريخي فاز بيها طبعا الحشاشين، جائزة مصر النهاردة ملك التزوير التاريخي الحشاشين وعبد الرحيم كمال والمخابرات المصرية. المسلسل اللي فيه إصرار من الشركة المتحدة التابعة للمخابرات انها تصدره للمشاهد بانه أجمد حاجة واللي مفيش منه ومفيش زيه. مسلسل وقع الحقيقة في اكتر من واقع التزوير للتاريخ، واخرها هو موضوع هدم قبة الصخرة اللي اتكلم عنه الدكتور عبد الله معروف. الدكتور عبد الله معروف طلع كتب البوست ده، كتب بيقول: وصلتني اليوم هذه الصورة من أحد المتابعين الكرام، وهي مأخوذة من مشهد من مسلسل الحشاشين من إنتاج مصر، ويعرض في رمضان هذا العام وهو يصور القدس في عصر الإمام الغزالي، كما يبدو من الأحداث التي تدور في القدس خلال المسلسل. وبغض النظر عن الإشكالات التاريخية في المسلسل، إلا أنني قد لاحظت أن المشهد يصور قبة الصخر المشرفة محطمة بطريقة غير مفهومة. وللحقيقة فأنا لا أفهم لماذا أقدم منتج المسلسل على تصوير قبة الصخر المشرفة في المسجد الأقصى المبارك بهذا الشكل غير الصحيح علميا وتاريخيا في تلك الحقبة. فمن المعروف أن القبة الذهبية نفسها قد أصيبت بصاعقة في عصر الحاكم بأمر الله سنة 406 هجريا، ثم سقطت وتمت إعادة بنائها في عهد الظاهر لإعزاز دين الله الذي حكم ما بين عامي 1411 و427، أي قبل حتى مولد حسن الصباح مؤسس فرقة الحشاشين الذي ولد في بداية عصر الخليفة الفاطمي المستنصر الذي حكم 60 عاما. وعند إعادة أعمال القبة في زمن الظاهر فقد تم تغطيتها بالرصاص بدلا من الذهب الأموي، وبالتالي فلم تكن القبة في ذلك العصر بهذا الشكل التي تظهر عليه في هذه الصورة، وإنما كانت مبنية بالكامل وكانت كلها سوداء اللون لا ذهبية. وللحق فقد قلبت في الأمر في ذهني أكثر من مرة، لكني لم أتمكن إلى الآن من فهم سبب نشر هذه الصورة لقبة الصخر المشرفة مدمرة بالشكل ده. ده اللي ظهر في المسلسل. لكن الحاج بيتر ميمي الوحيد اللي كان عنده مخرج للقصة دي بأنه مسلسل درامي مش تاريخي، فعادي نخرب التاريخ زي ما احنا عايزين. كتب الأخ بيتر ميمي طيب الله
قعدته دلوقتي مطرح ما هو قاعد وقال طب كل سنة وانت طيبين، مع اني ما كنتش حابب اتكلم عشان دول كلهم اربع حلقات مبدئين المسلسل من وحي التاريخ، وده مكتوب نصا في التترات يعني مش وثيقة تاريخية لكنه دراما تاريخية. هو المخرج العالمي تارانتينو لما قتل هتلر في السينما كان حقيقة، او نابليون في فيلم ريدلي سكوت الاخير هل ده نابليون اللي في كتب التاريخ؟ دي دراما تاريخية حاولنا نعمل خيال لفترة من الفترات لكن في شكل درامي، لكن رجعنا في الديكور والملابس لمراجع كتيرة ونادرة عشان نعمل عالم ما شفناهوش قبل كده وما يكونش شبه أفلام ومسلسلات عالمية. ده تقول له مترتر يا اسمه ايه يا بيتر، عارف مترتر تروح لها كده تقعد جنبها. اولا ردا على كلمة نابليون بونابرت اللي انت بتتكلم، بس وقف هنا نرد على نابليون بونابرت. نابليون في فيلم ريدلي سكوت اتعمل بوجهة نظر انجليزية، ونحن نعلم وانت ما تعرفش ان الانجليز بيكرهوا نابليون بونابرت لدرجة انهم قالوا عليه ده قصير وأزعى، وهو طول نابليون كان 169 سنتي تقريبا، وطلعوا عليه تشويهات فظيعة جدا لانهم كانوا بيكرهوه بالسليقة كده بحكم التاريخ وحكم الحروب بينهم وبين بعض. فعادي جدا لما يجي واحد انجليزي يعمل نابليون من وجهة نظر انجليزية عادي يعمل زي ما عايز يطلعه ان شاء الله مهرج، هو حر يعني. اما الفيلم التاني بتاع تارانتينو، فتارانتينو معروف الراجل بيلعب في اي حاجة في الدنيا حتى في الواقع. حضرتك جاي تعمل مسلسل عن فترة من أسوأ فترات التاريخ الإسلامي، فترة كان فيها حروب صليبية وكان فيها سلاجقة وكان فيها دولة فاطمية وكان فيها العالم الإسلامي متقسم كله. لما تيجي بقى تعمل الفترة دي انت وعبد الرحيم كمال تروحوا تقروا، والله تروحوا تقروا. عبد الرحيم كمال طالع يقول لك اصل احنا المصادر متضاربة، طب ما هو كل التاريخ مصادر متضاربة، ما كل التاريخ مصادر متضاربة، ما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ناس بتحكي عنه كده وناس بتحكي عنه كده، ما ده عادي يعني. انت هتعمله بوجهة نظر ايه؟ ثم لما تيجي تعمله صح يا راجل، تجيب الناس. انا سمعت، انا ما شفتش، انه قال جاب بقى الشباب وما بيشموا الحشيش بقى وبتاع، حشيش في حشيش؟ هذه القلعة اللي انت بتقول كان فيها حشيش يا عبد الرحيم يا كمال، ابقى روح اطلع على الجزء الثالث من كتاب علاء الدين عطا ابن مالك الجويني اللي كان مع الامير بلغاي اللي دخل القلعة ساعة ما احتلها المغول. القلعة قعدت 170 سنة لحد ما دخلها المغول بقيادة الأمير بلغاي. وروح ادرس بقى المؤرخ ده شاف ايه في القلعة، وهو يكره حسن الصباح وقال عنه انه من كلاب الملاحدة. شو بقى قال ايه عن القلعة؟ قال وجدنا فرع من نهر اسمه بهراو متصل بالقلعة، فرع من النهر طالع للقلعة فوق، هندسة في المية ما حصلتش في تاريخ. مش بس كده، ووجد مخازن للغلال ومخازن للزيوت ومخازن للعسل، ووجد حاجات على أعلى هندسة معمارية في التاريخ. دي دولة أنشئت على أكثر من 40 قلعة. هذه الدولة كان فيها علماء شغالين جوه على الهندسة المائية والأكل والشرب والحاجات دي. هذا الرجل حسن الصباح المارد ده، المارغ ده اللي بيعتبره أبو حامد الغزالي في كتاب اسمه المستظهري بيعتبر انه خارج عن ملة الاسلام، ابو حامد الغزالي. مش بس كده، والازهر وعلى فكرة شوقي علام اللي قاعد جنبك بيعتبر انه هو الفرقة دي خارج عن الاسلام. هذا الرجل الخارج عن الاسلام اعترف له اعداؤه بانه كان عالما وكان مفكرا وكان صاحب علم ولم يخرج من القلعة الا مرتين في حياته. ده تجيبه كريم عبد العزيز يعمله؟ وده اللي خلى الشاب اشرف سيف يقول يكتب بوست رائع جدا في التمثيل وفن التمثيل. انا بس اتبعت لي البوست ده من مولانا الشيخ الامام، وانا الراجل ده بيحب التمثيل قوي، فكتب انا ابعته لك يا معلم عشان ايه تنشره. الله يخليك. اشرف سيف، اشرف سيف خريج معهد التمثيل الدفعه اللي قبل بقى شريف منير والناس دي. كتب ايه اشرف سيف؟ كتب كلام زبد، كلام عن التمثيل بس هو الناس حش ويرمي، سيبك من الاخطاء التاريخيه. قال لي بقى، قال لك الفرق بين أداء كريم عبد العزيز لشخصية حسن الصباح في مسلسل الحشاشين وبين أداء رشدي أباظة لشخصية عصمت في فيلم الرجل الثاني، وكلاهما يتمتع بالكاريزما الشديدة، إلا أن كريم فرض أداءه الخاص على الشخصية، فكريم وليس حسن الصباح الشخصية المرعبة المخيفة الغامضة، فأحببنا حسن بدلا من أن نكرهه ونرتعب لمجرد تخيل إمكانيته والوجود معه عبر الزمن في مكان واحد، وهذا عكس المطلوب. أما الأيقونة رشدي أباظة فقد ذهب إلى الشخصية وتوحد معها، فشاهدنا عصمت تلك الشخصية المخيفة المرعبة
هات صورة الاثنين من الله يخليك. السادية فكرهناها وارتعبنا منها ونسينا تماما رشدي أباظة، وهذا هو المطلوب. اطلع 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 اطلع، هات عصمت هات عصمت هات عصمت فوق، اطلع كمان اهو رشدي أباظة. بس ده رشدي أباظة في الرجل الثاني. الرجل الثاني رشدي أباظة نسانا مين؟ نسانا رشدي أباظة وافتكرنا عصمت كاظم، الراجل اللي ما عندوش قلب القاسي. لكن هو بيقول أشرف سيف، أنا ما حضرتش الحقيقة المسلسل، إن كريم عبد العزيز طول الوقت فكرنا إن هو كريم مش حسن الصباح. يعني يا جماعة عايزين تتصدوا لمسلسل تاريخي ارجعوا للتاريخ. أه والله، والملابس اللي عملها الأستاذ العظيم شادي عبد السلام في النسخة الرائعة صلاح الدين الأيوبي بتاعت يوسف شاهين اللي كانت من إنتاج الأستاذة آسيا، خلاص؟ شوف الملابس ولبس الأحصنة ولبس الصليبيين ولبس المسلمين في فيلم الناصر صلاح الدين، عشان تعرف إن في ناس زي شادي عبد السلام ما يتكرروش تاني. الراجل راعى الملابس بدقة، حتى أغطية الأحصنة، هات أي مشهد للأحصنة واتفرج على ملوك أوروبا كانوا لابسين إيه في الفيلم ده. ده شادي عبد السلام يا بيه، ده شادي مش المخابرات يا بيه. عشان كده آسيا خسرت في الفيلم ده وعبد الناصر عوضها، مع ان الفيلم فيه خطأ تاريخي برضو عن عيسى العوام ومحدش رحم. لما تتصدى للتاريخ اتصدى وانت عارف تتكلم عن مين. حتى عمر الخيام اللي بتكلم عنه، اللي جايب لناطع يعمل دور عمر الخيام، يا راجل عمر الخيام ده كان حاجة كبيرة قوي. عمر الخيام ده كان برتبة عالم، عالم في الفلك وحاجة كبيرة قوي، مش واحد جايبهولي نطع بلا موهبة عشان صاحبك. اتفرج، شايف اللبس؟ شايف اللبس؟ شايف لبس الحصان والخوزة والسيف؟ شايف شادي عبد السلام؟ شايف شادي عبد السلام؟ مصيبة سودة شادي عبد السلام، كارثة سودة، كارثة سودة يا بيه. خلاص، ادي جايزة. الجايزة التانية يا حضرات معانا الذي هو ملك الأفورة، مسلسل بس اتعمل عشان خاطر البطلة، البطلة تبقى مرات بالته مش بالطه المخرج. إنه مسلسل نعمة الأفوكاتو. أنا مش هتكلم بقى عن المسلسل ده، ده شبع لطم وضرب عيني. الشهادة لله الجماهير ما توسطش في رصد أفوارة هذا المسلسل في كذا لقطة، وده تعليق من الناس. أنا بقى مش هسيب، أدي نعمة الأفوكاتو أهو، محمد سامي بيفخم في مي عمر ومحدش مسموح له يظهر أو يمثل أو حتى يتكلم في وجودها، ولو مش موجودة في المشهد يبقى كل المشهد بيتكلموا عنها. وأقل مشهد، أقل مشهد هو اللي بيقول أنا ماليش دعوة، والله ما حضرته، والله العظيم ما حضرته. وأقل مشهد بتتبع مونولوج نص ساعة يجيب غيبوبة للمشاهد، بس يكبرها لدرجة أنه يخلي أبوها في المشهد هو اللي يبوس إيديها ورأسها، ده اللي أوفر بقى. ما نقول، لأن الحمد لله مش من متابعين الأوفر، ولا أنا، ولا أنا يا ابن الناس والله العظيم. بص الراجل ده قال إيه، بص الراجل ده قال إيه، خد عندك ده يا بيبو. احنا دي اخر حلقه يا جماعه، انتوا بجد ازاي تستحملوا تكملوا حلقه في مسلسل مي عمر ده؟ بجد والله ايه الاوفر ده؟ انتوا مصدقينها هي وجوزها فعلا؟ بص انا مش متابع حاجه في رمضان، ولو تابع اكيد مش تابع مي عمر. جاء قدامي مشهد كده وبتقول لحماتها تعالي اقصلك شعرك، وهي مرعوبه مش عارفه ايه المرعب في كده. مسلسل نعمل افوكاتو اثبت لنا محمد سامي فعلا زوج مي عمر، حتى في المسلسل تمثل كانها بالصاله حق بيتهم، ولا راضيه يطلعوا غلطانة حتى قليل، ولا راضي لحد يضربه مش عارف ايه يعني. المهم يعني انما انا عجبني الدكتور ده، الدكتور ده كلم الممثلين المصريين. الممثل زي الأستاذ رئيس جمهورية التمثيل احمد زكي بيمثل بعينيه بوشه مش بالكلام. احنا نقول دايما الممثل يتكشف في لحظة الصمت. عايز تعرف الممثل اذا كان ممثل ولا لا، شوف رد فعله، اذا كان صامت بيستمع ازاي. انا عايز اقول لك ان احمد زكي في مشهد في فيلم اسمه بتاع كابوريا ده، كابوريا للاستاذ خيري بشاره، كان قاعد مع حسين الامام في مطعم، وحسين الامام بيساله بيقول له لو معاك مش عارف فلوس كتير تعمل ايه، فاحمد زكي بيحكي له لو معايا فلوس هعمل ايه. الاستاذ حسين الله يرحمهم من الاثنين يعني بيحكي لي بيقول لي احمد زكي راح لخير بشاره قال له انا مش عايز اتكلم، ادي الكلام لحسين انا عايز امثل، مع ان المشهد ده عامله احمد زكي ببراعه.
اسمع بقى دكتور التجميل ده بيقول للممثلين كده. اسمع الفيديو ده، ركزوا على حاجتين شايفين دي اوكي، وتعالى نشوف اللقطه دي. غيري بامبرز ده 71 مره لاحظتوا حاجه؟ الراجل برضو طلع له الرينكلز دي او التجاعيد دي، ده على اساس بيدي كمان فيشل اكسبريشن، ها اللي هو الخضه القمصه الغضب مش عارف ايه، برضو بتساعد شويه. السنه دي كل او معظم ابطال رمضان مش رحمين البوتوكس يا جماعه، بصوا اتفرجوا ادي اللي احنا شايفينه، مفيش ولا حركه. يا جماعه نصيحتي لكل فنانين مصر، لما يبقى عندك عمل فهمت ازاي، حاول يا اما تاجل البوتوكس ده شويه او اعمل التعاقد بعديها من 3-6 شهور، لان ده مفعول البوتوكس بعديها ب 3-6 شهور بيبتدي مفعوله يروح، وتقدر انت بقى تحرك العضلات بتاعت وشك دي وتدينا كده اي شعور. في الفيديو ده ركزوا على حاجتين. يعني الراجل ظبط الممثلين المصريين وهم ضاربين بوتوكس. والحقيقه ان لقيت الفيديو ده كده وانا معدي تايه في الفيسبوك، فقعدت قدام الفيديو. طب هو الممثل اللي بيعمل بوتوكس ده انت عايز وشك؟ عشان كده لما ماشي الفيديو من غير صوت كده، لما جاب لقطات لمي عمر والناس دي، الناس يا عيني وشها سيراميك، سيراميكا كليوباترا. لا لا عدي 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 عدي. لما جاب امثله بقى على رمضان السنه دي، عدي اسرع شويه. لما جاب امثله على رمضان السنه دي هتلاقي مي عمر ومش عارف مين ومين ومين، كل وشه فلات فلات، يعني مفيش اي حاجه، مفيش اي حق، يعني الدنيا زلط ملط والله. بص هيجيب دلوقتي مي عمر بيقول لك مفيش اي رياكشن. ابص بص 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 شايف مفيش اي حاجه يا معلم، وش بيبي بيبي فيس شايف. بص دي بقى شر وحاجات، اللي هو وش اللي هو كل عضلات الوش اتحركت شايف، مفيش حاجه اتحركت. بص شايف. نروح معاكم بقى من الافوره الى التمثيل الهابط والشهاده لله، محدش يقدر ينازع الجعر فيها وتمثيل الاوفر. فكانت الجائزه المستحقه ذهبت الى الجعر، جائزه مصر النهارده افضل ممثل هابط عبد الفتاح. يا عبد الفتاح انت مش انت بتتعلي، خش مع التمثيل، خش مع مسرح، اضرب لك سنتين ثلاثه وهتنجح. الاعمال الهابطه اللي قدمها السيسي كتيره جدا، شفنا مثلا دوره اللي لعبه بحقاره في عيد الام وقال لهم بكل تناحى بلاش تحط سكر على الكنافة، في مشهد ماستر سين ما بين الكلاحة والسقالة وخفة الدم. اسمع في مين النهاردة في الأزمة اللي فاتت ديت اللي بقالها 4 سنين دلوقتي، يعني صحيح هي شركة واحدة يعني الراجل وزوجته والبيت يعني، لكن هي ما تحطوا السكر كتير على الكنافة والحاجات ديت يعني كده يعني. دكتور مصطفى راح يجيب 1,000,000 طن سكر. بيقول لي ايه 1,000,000 طن سكر؟ قال لك عشان الازمه يعني، ماشي هنجيب 1,000,000 طن سكر. اقصد اقول يعني انتوا اللي بتعملوا ده كله وانتوا اللي فاتحين البيوت، ربنا يعينكم ويتقبل منكم ويؤجركم يعني. الله يرحمك يا سمير غانم، كويس انك مت، كويس ان عادل امام كبر، كويس ان ضيف احمد مات، كويس ان جورج مات، كويس الناس دي رحلت والله، ونجيب الريحاني اتنقط. الافيه جه رزع كده. الجائزة الرابعة كانت لأكثر تسريح بجح، وبرضه ما ينفعش تعدي على حد غير السيسي. والسيسي النهارده خد معانا جائزتين. في نفس المؤتمر، مؤتمر مرأة، قال لك تصريح هو الأبجح في التاريخ. ودي كانت جائزة بنهديها له. أبجح أو أكثر تصريح بجح. ربنا هيحاسبني على كل نقطة دم. تن ترارارن. تصدق المفاجأة دي؟ تصدق أنا شخصيا اتفاجئت، أنا افتكر ربنا هيعدي، أنا افتكر أنت معاك كارنيه. والمصحف افتكرتك مشترك. ذكرتك والله معاك كارنيه، الجيش ده يعديك من اي حاجه. تعالوا نشوف التصريح ده عمل ايه مع المشاهد، تاكد ان احنا بنتعامل مع ابجح تصريح في العالم. عبد الفتاح خبط جايزتين، لا استنى الثالثه. اما جائزه اغلى لقطه فشخره فدي بصراحه برضه استحقها فتاح السيسي عن جداره، وهو بيوزع 10 مليار على الهوا ولا كانها عزبه اللي مات. اغلى فشخره يخصص 10 مليارات جنيه لدعم الاسر. اتفضل اتفضل. تعال نشوف كده ازاي عبد الفتاح كان قاعد بفشخرة وفهلوة كأنه في طابونة بيوزع على الناس بالعشرة والخمسة مليار. اسمع يا دكتورة ما تسيبيش مجالك لغاية لما تاخدي حقك. طبعا خدي حقك الأول مش كده؟ ما هو لو نزلت دكتور مصطفى مش هيدفع خلاص. أنا بقول لك الدكتور مصطفى دلوقتي وهيبقى قدام الناس ما يقدرش يقول لا. مش كده يا دكتور؟ طب كام للاسره والكبار السن؟ حد يلحق يا دكتور؟ معيط موجود الاول؟ براحتك بقى.
تحت امر حضرتك يا فندم. يعني لو استاذن بقترح ان حضرتك يبقى 5 مليار للصناديق لطقم البيت. 5 مليار لاني صندوق فيهم، صندوق التنميه الاسره، التامين الاسره. انت عامل حسابك على واحد مش كده؟ لا يا فندم لا حضرتك دور بيه. لا دكتوره هو في صندوق تاني؟ انا عارف لا 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 ده وده هو الكبار السن خلاص. هي الفكره دكتور مصطفى هو اللي بيبقى مشيت معاكم على الرساله دي ديت ادي واحد اثنين. احنا قلنا ان احنا كل اللي احنا هنقدر نجيبه هم الحقيقه مش 10، لان في 10 كمان قبل رمضان بتوع صندوق ذوي الهمم لو انت فاكرهم اهم. العب كده احنا خلصنا موضوع القانون بتاع الصندوق يا دكتور مش كده؟ طب اسمح لي ان احنا اول انت جاتك بقى الفلوس مش كده؟ مش كده يا دكتور؟ طيب يعني وتحولت لك الفلوس خلاص؟ وفين محافظ البنك المركزي؟ اول مره اشوفك بتضحك. طب احنا بقى يعني يا دكتور مصطفى يعني الدكتور معيد مش موجود مش كده؟ طب الحمد لله. طب احنا يا دكتور مصطفى لازم ناخد يعني هبره نحطها في الصندوق. ها لا على الهوا كده؟ لا على الهوا عشان تبقى خلاص. نعم لا 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 انا عارف ان انت التزاماتك كتير، لكن الدكتوره نيفين قاعده تقول فين مش كده يا دكتوره؟ اتفضلي استريحي اتفضلي اتفضلي ربنا يكرمكم ويخليكم انتوا لينا. ربنا يخليك لينا يا رب. اتفضل يا دكتور مصطفى اتفضل قول. لا يا فندم اللي حضرتك تؤمر بيه، اللي حضرتك تؤمر بيه على طول هيتعمل. لا انا لو طلبت انا بطلب كتير. حاضر حضرتك تؤمر بيه. حاضر حضرتك اللي حضرتك تؤمر مليار يا فندم. مليار اللي حضرتك تؤمر انت خدت مئات المليارات. اللي حضرتك تؤمر يا فندم. ما احنا هنحطهم في الصندوق طبعا عشان عوايدهم تبقى هي يعني تبقى ارزه كبيره يعني. مش انت اللي ماسك الصندوق ده؟ اي فندم. طب خلاص ها اول انا اتفضل يا فندم. 10 حاضر يا فندم. كده 20 مليار جنيه مصري اتوزعوا. نسيب بقى تلات جوائز السيسي ونروح لجائزه أسوأ كذبه في رمضان. قعدنا نفكر نهديها لمين، خاصه ان السيسي ممكن يحتل الصداره في كل الجوائز، لكن برنامج مصر النهارده شاف ان ممكن تبقى اللجنه متحيزه للسيسي. برضو ما هنش علينا ان تعدي أسوأ كذبه حصلت عليها الحكومه. جائزه مصر النهارده أسوأ كذبه الحكومه لما قالت لا تحريك للاسعار بعد زياده السولار. وبنشوف رجالة النظام بيروجوا للكذبة دي بكل بجاحة وسفاقة. أمين عام اتحاد الغرف التجارية: زيادة أسعار السولار لن تؤثر على السلع. دي كانت الجائزة لازم تروح للحكومة. أما جائزة بلطجي النصف الأول لرمضان اللي ملى الشاشات، خلونا نتعرف على الفائز. هو إبراهيم العرجاني، حتى نخنوخ طوارى جنبه. خلال الايام اللي فاتت شفنا ازاي رجل السيسي بيحط ايده على بطوله العاصمه الاداريه واسمها، وبيتصدر المشهد العام، وشركه المخابرات بتشكره على رعايته البطوله اللي خرجنا. المتحده تعبر عن شكرها وامتنانها للعرجاني لرعايته بطوله كاس مصر، كاس عاصمه مصر. ومن العرجاني الحقيقه الى صاحب جائزه أسوأ شخصيه واللي لا يمكن ياخدها حد، كان بينافس عليها هو السيسي لكن خدها هو، خدها بكل جداره. نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية، مش محتاجين نقول لكم ازاي نتنياهو بيعتبر أسوأ شخصية في الموسم. شخصية ارتكبت مجازر وجرائم وقصفت الصائمين وقت السحور وحصرت مستشفى الشفا في رمضان. في مقابل أسوأ شخصية في جائزة أفضل تحرك شعبي، والحقيقة احنا احترنا نديها لأهالي المطرية ولا نديها للأردن ولا الناس اللي وقفت قدام نقابة الصحفيين المصرية. جائزة أفضل تحرك شعبي مظاهرات الأردن ووقفات أمام نقابة الصحفيين المصرية. وشفنا إزاي الشباب الحر كان ليهم دور في التعبير عن رفض للي بيحصل في فلسطين، سواء رجالة مصر قدام نقابة الصحفيين عن طريق تنظيم إفطارات عيش حافل التضامن مع غزة زي كده اللي هو ده. Oh, my God.
الدكتور احمد دومه هو اللي واقف. قولوا لرفاقنا في عمان، عمان عاصمة الأردن، عمان عاصمة الأردن، مصر صحية وحية كمان. الحراك الأقوى من أجل فلسطين كان من أحرار الأردن لما حصروا السفارة الإسرائيلية في عمان. ولأن المشهد في رمضان كان صعب على الجميع، إلا أن كان فيه حاجة حلوة وجائزة يستحقها ناس عملت حاجة إيجابية بجد، وهي جائزة أفضل إفطار. ده الجائزة، وأفضل إفطار يحصل عليها شباب ورجالة المطرية. نشوف كده الجائزة دي، إفطار المطرية، والفيديو بتاع الإفطار العظيم ده، ومنظم الإفطار بيتكلم عن الجهود بتاعة الإفطار. نشوفه كده. ده افطار المطريه اللي كلكم عارفينه، بس في حاجات كتير قوي ما تعرفوهاش، واهم حاجه حوار الاعلان اللي اتعمل هناك، وايه الفلوس اللي خدوها وكام. شايف الاعلان من اوله لاخره؟ ما يقبلش فلوس من حد. اول حاجه، ايه اللي يختلف 15 رمضان ده عن السنين اللي فاتت؟ السنه العاشره لينا السنه دي. يمكن احنا السنه اللي فاتت كنا 5 شوارع، السنه دي عندنا 9 شوارع، زودنا 4 شوارع عن الشوارع الرئيسيه اللي موجوده. احنا السنه اللي فاتت كنا عاملين حسابنا يجي من 3-4000 واحد، طبعا الحمد لله العدد كان فوق 7-8000. السنه دي متوقعين يجي اعداد فوق 10000 واحد. يمكن الرسومات اللي انتم شايفينها دي، فنانين المطريه كلهم هنا جايين متطوعين، قاعدين بقالهم شهر من قبل رمضان باسبوعين قاعدين بند الرسومات. بس بقى حاجات بقى شغالين فيها اصلا بنبتدي من السنه اللي قبلها. الاكل نبتدي نشتري الحاجات بتاعته عشان خاطر يبقى حاجه فريش. احنا من يومين اشترينا كل الكميات اللي احنا محتاجينها في المحشي والفراخ والرز، كل الحاجات دي اشتريناها من 3 ايام، وابتدينا نوزعها على البيوت من امبارح. احنا العدد ما يقلش عن 300 واحد شاركين في تنظيم اليوم، ابهاتنا وامهاتنا اخواتنا الصغيرين اطفال، كل الناس بتشارك. طب الحجم ده فاكيد كميه الاكل زادت. السنه اللي فاتت لما كنت معانا احنا كنا شغالين تشغيل كان على 4000 وجبه. احنا السنه دي اللهم لك الحمد احنا بنتكلم في 10000 وجبه، هنسوي 1100 كيلو شيش طاووق، وهنسوي بتاع 600 كيلو ولا 550 كيلو رز بسمتي. ثلاثه ضعف الكميه بتاعت السنه اللي فاتت. التجهيزات ما فيش حاجه باليوم وليله. المطبخ الرئيسي اللي انت بتشوفه الشارع ده جزء منطقه كلها بتشتغل معانا. عايز اقول لك البيوت دي دلوقتي كده كلها بالليل بتجهز في الخطه بتاعت المحشي بتاع بكره، اللي هي المحشي اللي هيستوي ويتعبى ويتعش ويستوي وينزل لنا بكره. ما شاء الله، مصر حلوه والله. اما اقوى تصريح الحقيقه على الاطلاق نختم بيه الفقره دي، ويستحق جائزه افضل تصريح في رمضان، فهو كلام الموسيقار العبقري عمرو سليم. عمرو سليم اخو هشام سليم ابن صالح سليم. عمرو سليم اتسال في برنامج على الشاشات المصريه، انت لو توليت حل ازمه مصر الاقتصاديه تعمل ايه؟ كلام في الجناب، مفيش حد شاطر في كل حاجه، ونجيب الراجل المناسب في المكان المناسب، واللي مش شاطر في المكان ده يروح المكان اللي هو شاطر فيه. وبصوت الفنان المصري العبقري بشاره وكيم لما قال الكلام الك يا جاره. اللي بعده. كل شوية يطلعوا يقولوا لنا في دفعة فلوس جديدة وصلت البلد، سواء من صندوق النقد ولا صفقات البيع زي صفقة راس الحكمة، واللي هيتم استلام الدفعة الثانية منه. أدي مدبولي بيقول مصر ستحصل على الدفعة الثانية من مستحقات راس الحكمة خلال أسابيع. حبيب قلبي والله العظيم، ولسه كمان شغال بيع، يعني في فلوس تانية من الخارج. تحالف خليجي يسعى لاقتناص 25% من سيتي لاب. طب يا جماعة، ليه حتى الآن مش شايفين أي دلالة، أي إشارة، أي تحسن؟ المريض بيموت. مدبول الحقيقة خبط كدبة لوز العنب، فسر بيها حملة، يعني ليه مفيش تحسن على المريض؟ فقال لك التجار. وكان امبارح تهديد يوسف الحسيني أول امبارح إنه هيكهرب التجار. السيسي نفسه قال لك احنا ممكن ناخد شوية حاجات ونوزعهم احنا في السوق. أتاري كل اللعبة دي عشان يستولوا على البضائع. اسمع مدبولي بيقول ايه. احنا كان دايما بيبقى المشكلة البضائع متراكمة
والبضايع ما حدش بتخرج لان مش لاقيين دولار وبندبر دولار. ونتيجه لكده اضطرينا نلغي القرار بتاع المدد الزمنيه للمهمل والبضايع المتراكمه تقديرا لان انتوا مش قادرين ندبر لكم الدولار. فقلنا ما فيش حاجه اسمها نصادر البضايع والكلام ده كله. طيب ايه اللي حصل النهارده؟ اخر لقطه شفناها النهارده الحكومه خلصت هي والبنوك اجراءات لبضايع بكام فن كان الرقم اللي معروض علينا بحوالي 5 وشوية او 5 وشوية. انا بتكلم على الفتره الاخيره 4.5. اللي خرج بضاعته اللي خرج بضاعته 2.5 او 2.8. طب في حوالي بضايع موجوده في المواني ب 1.7 او 1.8 مليار دولار ورقها كله خلص والدولار متدبر في البنوك. طب الناس مش عايزه تروح تاخده ليه؟ قالوا اصل هم مستنيين الدولار ينزل تاني اكتر روحوا يفرجوا عنها لما الدولار يكون نزل فيبقى هم كده يكسبوا. انا فهمتهاش. التجار مستنيين الدولار ينزل تاني عشان يروحوا يجيبوا البضاعه. طب هم لما الدولار ينزل تاني يعني هو الدولار نزل طلع هم هيكسبوا لانه هبيجيب البضاعه. هو كانت ازمه التاجر في الدولار، الدولار متوفر حضرتك هيروح يجيب. ليه الدولار مستني التاجر؟ انتوا عايزين تعملوا ايه بقى؟ هتصادروا البضاعه يعني لو التجار ما خدتش؟ انا شايف النصيحه، انا فاكر النصيحه دي بتاعت مين، انا فاكرها النصيحه دي، النصيحه دي وهو مش هياخد غير بكار. النصيحه دي كانت بتاع السيسي. نسمع السيسي كان بيقول ايه كده. الحكومه ممكن تتدخل تعمل ايه؟ العب. بدون شك انا بعترف ان الفتره اللي فاتت كانت فتره صعبه، بس الفتره دي الحمد لله رب العالمين احنا تجاوزناها وبقى في استقرار في كل شيء. فانا بتكلم على ان احنا دكتور مصطفى لو الامور سواء كان نحن ناحي موضوع الاحتكار والمؤسسات اللي هي المعنيه بهذا الامر او ان انتوا تخشوا خدوا 2 3 مليار هاتوا بيهم سلع وتبقى المؤسسات الدوله هي اللي بتقوم بالدور عشان تعمل توازن في السوق. يعني صحيح يعني لان احنا يعني انا مش هقدر اقول يعني مش هشكك في زمن حد ولا في ضمائر حد ولا في وطنيه حد، لكن خلينا نقول يعني دي بلدنا كلنا. وانا قلت الكلام ده قبل كده يعني تعمل كده وبعدين تطلع مثلا يعني تحج او تعمل كده وبعدين تطلع زكاه، تطلع من اني مال يعني. فالقصه كده بقى، القصه ان انتوا تقولوا انه التجار اصلا مش فاهمها. يعني ايه التاجر مستني الدولار ينزل عشان ياخد البضاعه بتاعته؟ ما هو ببساطه التاجر عنده بضاعه في المينا، المينا دي مش سداح مداح، ده فيها ايجار. فكل يوم البضاعة واقفة في المينا التاجر هيدفع، المستورد ده هيدفع أرضية. يعني هو مش مقعدها كده في فندق في ملجأ، ده قاعدة بفلوس. فيطلع مصطفى بتقول يقولك أصل التاجر مستني الدولار لما ينزل عشان يروح ياخد البضاعة بتاعته. حتى لو الدولار بقى ب30 جنيه ما هو هيدفع كل يوم أرضية عن آلاف الأطنان من التجارة دي أو من المنتج ده. ازاي قاعد افكر فيها الصبح، ازاي مصطفى مدبولي بيقول الكلام ده؟ بتضحك على مين؟ انا مش تاجر ولا عمري ولا هبقى تاجر. انما يعني ايه تاجر مستني الدولار ينزل عشان يروح يجيب بضاعته اللي واقفه في ارضيه المينا كل يوم بيدفع عليها فلوس؟ طلعت صفحه ما تصدقش قالت لك ايه بقى، مصطفى مدبولي كذاب. غرامات تاخير وزياده الدولار الجمركي، لماذا يرفض المستوردين استلام بضائعهم من المواني؟ عليهم غرامات تاخير. انما ما تقولش يا كذاب، احنا في رمضان يا راجل، ما تقولش التاجر مستني الدولار ينزل اكتر عشان يروح يجيب البضاعه، ده على اساس ان البضاعه واقفه في الهواء. ده البضاعه دي هتخسر وهتفسد وهتبوظ وهيدفع عليها غرام التاخير. ايجار كل يوم ارضيه، حاويات كبيره جدا شايله الحاجات دي، عليه كل يوم ارضيه ايجار بيدفعها، ولو ما دفعش عليه غرام التاخير. ده غير ان البضاعة ممكن تبقى اكسبايرد تبوظ. قال لك التاجر قال مستني، فطلعت صفحة ما تصدقش قالت لك لا، ده هم اصلا عليهم غرامات تأخير وبعدين حصل زيادة في الدولار الجمركي. وده بقى اللي خلاهم مش عارفين ياخدوا بضاعتهم. ورغم كده لسه الأسعار بتزيد. مصر الموقع بيقول نتوقع ارتفاع معدلات التضخم إلى 40% بعد زيادة المحروقات ورفع الفائدة. ده غير كمان زيادة أسعار 3000 صنف من أصناف الدواء، زي بتقول هيئة الدواء كده، هيئة الدواء تتجه لرفع أسعار 3000 صنف. ده غير إن الدولار والذهب رجعوا يزيدوا تاني بعد تعويم الجنيه، زي ما قال الصحفي هاني عبد الرحمن
بسبب عودة خروج الأموال الساخنة. هاني عبد الرحمن بيقول كده. سببين للزيادة اللي حصلت في أسعار الدولار والذهب. السبب الأول هو تحويل جزء من مستحقات شركات البترول اللي كان على الحكومة وقيمتها حوالي 6 مليار دولار، تم تحويل جزء منها. السبب الثاني إن عدد من المستثمرين في وزون الخزانة المصرية اشترى فوائد تصل إلى حوالي 30% أو أكثر، وبعدين الحكومة نتيجة الإقبال الكبير على وزون الخزانة خفضت الفايدة، فدول باعوا عشان يستفيدوا من فروق الفايدة. طبعا وزون الخزانة بتبقى 3 شهور و6 شهور و9 شهور وسنة، فحولوا الفلوس دي للخارج. ده طبيعي جدا، بعد تحليل سعر الصرف ممكن نشهد زيادة وهبوط، لكن عندنا حصيلة دولارية وأمر لا يخلق إطلاقا. طبعا مش بدافع الحكومة، لكن هذا هو طبيعة وديناميكية الحركة المالية بعد قرار تحليل سعر الصرف. أنا مش عايز الناس تقلق إطلاقا. طيب للأسف الأزمة الاقتصادية في مصر مستمرة رغم كل الصفقات والقروض دي. زي ما قال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب، قال ايه بقى؟ قال الأزمة الاقتصادية مستمرة وسوف تستمر، لكن هناك مؤشرات سوف تحدد هل هي في طريقها للحل أم للتفاقم. يعني الراجل بيقول كده وبيقول، والاحتياجات الدولارية لأحداث نوع من الاستقرار في السوق المصري تقدر بحوالي 17 مليار دولار، وحاليا لدى الحكومة 18 مليار دولار، وإذا تم الاستفادة منهم بشكل جيد وإدارتهم بشكل اقتصادي متوازن فهذا سيقود لاستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار على الأقل خلال العام الحالي 24. أما عن الحلول الاقتصادية فهي تتطلب وجود معطيات على الأرض، وده اللي قاله الباحث الاقتصادي أبو بكر. أبو بكر بيقول بقى، أبو بكر الدين، استمرارية استقرار سعر الصرف الجنيه تتطلب وجود موارد دولارية. عارف يعني إيه موارد دولارية؟ تعال أقول لك، تعال ما أقول لك. القروض مش هتعمل لك حاجة، القروض بتخلص. أنت دلوقتي بتستلف من بنوك، بتستلف من مؤسسات، بتستلف من جارك، القرض ده عليك عليك وبيخلص بتصرفه. لكن الموارد الدولارية اللي هي السياحة، اللي هي الأموال المصريين في الخارج، اللي هي التصدير، اللي هي قناة السويس، دي الموارد الدولارية. إذا الحاجات دي بخير فأنت هيفضل عندك دولار. نكمل مع الأستاذ الديب. فبيقول استقرار يتطلب وجود موارد دولارية مستمرة، وما حدث خلال الفترة الماضية هو إعطاء الاقتصاد المصري حقنة إنعاش قوية جعلته يتخطى الأزمة الحالية، لكن التدفقات المالية محدودة وسوف تنفد عاجلا أم آجلا، والاستمرار يتطلب البحث عن بدائل بتوفير العملات الصعبة بشكل مستمر ودائم والحفاظ على القيمة أو قيمة الجنيه أمام الدولار، ولا بد من وجود معطيات على الأرض بزيادة الصادرات، تنشيط الاستثمار، السياحة، السعي لزيادة تحويلات المصريين بالخارج، ربط استثماراتهم ببلدهم بشكل أكبر. ده حضرات، ده الحل، مش القرض الحل. مهما تاخد فلوس هتخلص. ما المثل المصري عندنا يقول جبال الكحل تفنيها المراود. عارف المرود؟ المرود ده كان حاجة بيتكحلوا بيها الستات زمان، والرجالة والله كانت بتكحل، اسمه المرود. جبال الكحل تخلصها المراود الصغيرة دي، مهما خدت فلوس هتخلص. لكن تبقى بقى انت مصادر فلوسك ايه؟ الموارد، السياحة، اموال المصريين في الخارج، التصدير، قناة السويس، الحاجات دي هي اللي بتجيب لك فلوس. لكن الحقيقة بعيدا عن كلام الاقتصاديين، المشكلة الحقيقية هي مش راس الحكمة لكن في راس اللي ماسك البلد، زي ما قال الشاب ده كده. اسمع، المشكله مش في راس الحكمه ولا في راس جميله ولا في راس غارب ولا في راس محمد ولا في اي راس في البلد ما عدا راس واحده بس. الراس دي الشهر اللي فات عملت مؤتمرين اتنين، مؤتمر خدت منه هبره ب 10 مليار على حس ذوي الاحتياجات الخاصه اللي ما بياخدوش اي حقوق من البلد، والمؤتمر التاني خدت منه 10 مليار على حس امهات مصر وامهات مصر التعبانين الشقيانين اللي طلعان عينهم المكورين بسبب الجوع والفقر، اللي مش عارفين ياكلوا عيالهم، اللي مش عارفين مستقبل عيالهم هيبقى عامل ازاي قدام. وطبعا سواء ال 10 مليار الاولانيين ولا ال 10 مليار التانيين، الاثنين هيروحوا في صناديق محدش بيشرف عليها غير الراس اللي احنا عارفينها، علشان الراس دي تبني قصور وتلبس ساعات بملايين، تجيب شنط والماس بملايين للمدام، وبعد كده الراس دي تطلع علينا وتقول لنا ايه احنا امنا قوي، احنا عمرنا ما خدنا حاجه من مصر. هي دي القصه، دي حضرات القصه كلها. احنا مكملين ولا ده الاخر؟ ما اعرفش اللي بعده. الحقيقه في حد ماشي في شوارع مصر ومحافظات مصر ماسك ولاعه وعمال يولع في حاجات كتيره في البلد. ظاهره غريبه بتحصل اليومين دول واتكلمنا عنها خلال الايام اللي فاتت، هي ظاهره انتشار الحرائق بصوره كبيره جدا، رغم ان احنا فصل الربيع يعني لسه الصيف ما جاش ولسه درجه الحراره ما علتش، لكن بتكتر الحرائق.
خلال كام ساعة الأخيرة حصلت كام حريقة في أكتر من مكان، كان أبرزهم الحرائق اللي حصلت في ثلاث محطات صرف صحي في الخصوص والألج والمرج الجديد في محافظة الأليوبية والقاهرة، ودي حصل فيها انفجارات ضخمة جدا في محطة الخصوص. فيديوهات كتيرة جدا رصدت لحظة وقوع الانفجار والحرائق اللي حصلت بعدها، اللي هي دي. الانفجارات دي كانت غامضة وضخمة زي ما شفنا، اللي تسبب وده تسبب في رعب السكان، ناس تهزت، حيطان، خسائر يعني بسيطة الحمد لله، لكن يفط محلات طارت وإزاز شبابيك طار زي كده، بص إزاز عربيات وإزاز شبابيك، انفجار ضخم جدا جدا، ده غير الصوت والرعب. يعني في مواطن رصد في فيديو صورة الخسائر دي اللي حصلت في البيوت والمحلات القريبة من إحدى المحطات زي كده. فرجوا فرجوا اصبر بس فرجوا، خلي الناس تشوف اللي بيحصل، خلي الناس تشوف الشبابيك والحاجات اللي انفجار اللي حصل، خلي الناس تشوف الكلام دوت، تشوف اللي احنا اروحنا ببلاش. شوف بص 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 القرشه عملت ايه، قرشه اصبر بص بص من الانفجار، بص الازاز، بص الازاز، بص الازاز، وفي مصابين و... يعني يا لهوي، شايفين شايفين الصبح الساعه 8 الصبح او الساعه 7 ونص الصبح، شايفين شايفين الدنيا عامله ازاي. شركة الصرف الصحي أعلنت في بيان لها أن سبب الانفجار هو تسرب مواد بترولية إلى نفق الصرف الصحي، وقالت أن ده أدى لاشتعال خمس أحرائق بخمس مواقع تابعة للشركة في محطتي القلق والخصوص وغرف الاتصال بينهما، وتم السيطرة على الحرائق بالتعاون مع الدفاع المدني، ولا توجد أي خسائر بالأرواح وجري حصر الخسائر المادية. لكن في مواطنين كتبوا بوستات على الفيس قالوا فيها أنهم بيشتكوا بقالهم كذا يوم من ريحة غاز في المنطقة، وأنه مشتاكوا لشركة الغاز، قالت لهم دي اختبارات بيعملوها لغاية لما حصلت الكارثة. زي البوستات دي بقالنا أكتر من أربع أيام في رائحة الغاز أو بنزين، وبتزيد بالليل، والناس حذرت منها وبلغت لازم نفوق على كارثة وانفجار، انفجار في محطة الصرف الصحي بالقلق والمرج والخصوص بسبب تصريف رواسب بترول من مستورد في الصرف الصحي، ما أدى للانفجار اللي هز المنازل من المرج والخصوص والقلق. طيب من الأليوبية لمحافظة الإسماعيلية حصل فيها برضو حريق هائل جدا خلال يعني الوقت البسيط، بركان من النيران، حريق هائل في الإسماعيلية التهم مزارع، مساحة مزارع على مساحة خمس أفدنة. إيه بقى السبب؟ ما نعرفش، غريب جدا، غريب قوي، شيء عجيب. طيب ودي من مشاهد من حريق الإسماعيلية اللي حرق المزرعة كلها، طرق حرقها بالكامل. انا مش فاهم ازاي لحد دلوقتي، مش فاهم ازاي ومش قادر افهم. طب سيبك يا عم الاسماعيليه والاليوبيه، نروح للمنوفيه. المنوفيه حصل فيها برضو حريق هايل دمر مصنع للزيوت في مدينه اويسنا، ساعتين من النيران. تفاصيل الحريق بقى اهو، تفاصيل حريق التهم مصنع للزيوت في اويسنا ووصل للاراضي الزراعيه المجاوره، ده نقلا عن العربيه. خلينا نشوف الفيديو ده لحريق المصنع في اويسنا. احنا هنا في دار المصنع، ماشي، احنا جينا لقينا الدنيا هنا خربانه، جينا لقينا الولعه هنا بطريقه رهيبه، يعني جينا لقينا هنا الولعه بطريقه رهيبه،
معديها سور 5 متر، معديها سور 5 متر الولعه، وكان في حضرتك هنا ثلاث اوض، يعني اوضه اثنين ولا مؤاخذه الزريبه ماشي كان بتاع المواشي والعربيه والشجر وزي ما انت شايفه كده، ما عادش حاجه نافعه ثاني، يعني ما عادش حاجه نافعه ثاني. الحريق ده مش اول مره يحصل، يعني الحريق ده حصل كم مره، بس احنا ما اندررناش منه، المره دي احنا مدرينا منه، يعني احنا مدرينا منه، احنا كده في دار المصنع. والدنيا خير بتاع عندنا كده زي ما انت شايف حضرتك، وجينا ثلاث عربيات مطافي وبرده في فردتين برده بتوع غلا هنا بتوع جاري مولعين وزي ما انت شايف حضرتك كده الواقعه، وكان هنا برده بتوع المطافي وعملنا محضر هنا حضرتك بالواقعه وكل حاجه زي ما انت شايفه كده، ما عادش حاجه هنا نافعه ثاني. والمواشي الحمد لله بتاعتي انا طلعتها روحتها الحمد لله. طيب في بقى كذا حريقه حصلت ضربت البلد في الاربع ايام اللي فاتوا دول، احنا رصدناهم في الجراف ده. هل عاد موسم الحرائق خلال اربع ايام؟ واحد، في 16 مارس استوديو الاهرام بالجيزه اتحرق. اثنين، في 16 مارس كبرتاج حلوان اتحرق. ثلاثه، في 16 مارس دار ايتام بمدينه السلام اتحرقت. كده ثلاث حرائق في يوم. في 17 مارس منطقه البنوك بالتجمع الخامس حريقه. في 17 مارس برضو مصنع أخشاب ببني سويف حريقتين. في 18 مارس الحقيقة ثلاث حرائق، مصنع أغذية بأكتوبر، فندق الجوهرة في الهرم، شركة مواد غذائية في مبابة. في 19 مارس حرائقتين، موقع مسلسل ياسر جلال بمدينة الإنتاج الإعلامي، زائد مصحة لعلاج الإدمان بالإسماعيلية. يعني من 16 ل 19 مارس 10 حرائق. لا ده في حرائق النهارده جديده، عندك حريقه في شركه الغاز في القاهره الجديده، حريقه في دمياط مصنع اخشاب او اثاث في دمياط برضو حصلت فيه حريقه. اتفرج اهو النهارده كنا بنتكلم من شويه على حريقه في الاسماعيليه، مزرعه، في مزرعه تانية هي مزارع مانجو في الاسماعيليه برضو حصل فيها حريقه. ربنا يسلم ويستر على مصر واهل مصر من موضه الحرائق اللي احنا ما نعرفهاش. كان عاده زمان على ايامنا كان في حرائق بتحصل ايام الجرد، لما يبقى في جرد في شركه والجرد الشركه فيها سرقه او فساد، فكان بيتم حريقه تولع الشركه كلها ببعض. لكن ده لا موسم جرد مش شهر 6 ولا موسم حر، فارتفاع درجات الحراره ادى الى ان مزارع، بيقول لك بجميع مزارع الاسماعيليه اتحرقت. النص مكتوب فوق، انا ماليش علاقه، النص فوق اهو. على اي حال بده وصلنا لاخر حاجه في حلقه الليله دي، وزي ما فكرت افكر حضراتكم حلقه الليله دي هي اخر حلقه في رمضان. يعني نسيبكم بقى مع العشر الاواخر من رمضان حيث الاعتكاف، وحيث الناس تطلع اشاعات وتقول انه لا ما كانش مفروض تقف، وناس تقول لا كان مفروض تقف وتريحنا من شكلك، وبين سعاده هؤلاء وزرار اولئك هناخد الاجازه. وهنيجي بعد العيد ان شاء الله في مواعيدنا الطبيعيه اللي هي بمواعيد القاهره يعني، اللي انا مش فاكرها. لكن الى ان نلقاكم ان شاء الله بعد العيد الفطر المبارك، نتمنى لكم صوما مقبولا وافطارا شهيا وعيد مبارك، وكل سنة ومصر كلها بمسلمينها ومسيحيينها بخير. كل سنة والوطن العربي والعالم العربي والأمة الإسلامية بخير، ونشوفكم على خير إن شاء الله بعد العيد.